السلام عليكم طلاب، نبي محاضرة اللي هي عبارة عن اختبار الفرضيات Fundamentals of Hypothesis Testing اللي هي مفاهيم اختبار الفرضيات. The Null and Alternative Hypothesis راح نبدي بتعاريف بسيطة اللي هي فرضية العدم والفرضية البديلة. فرضية العدم اللي هي Null Hypothesis شنو تعريفها؟ هي الفرضية التي تنص على أن ثابت ما في المجتمع يساوي قيمة معينة، أو أن ثوابت المجتمع التي تعود لمجموعتين أو أكثر تكون متساوية، إذا هي دائما تدل على التساوي. أوكي؟ أما ثابت معين يساوي قيمة معينة أو عدة ثوابت كلها تساوي نفس هاي القيمة، أوكي؟ تكون متساوية. مثال على ذلك متوسط الوقت المستغرق للإجابة على استفسارات الزبائن في شركة ما في عام 2003 يساوي 4 دقائق. إذا متوسط الميل يساوي 4 دقائق. تشوفون يساوي معناها شنو؟ فرضية العدم. أو متوسط طول الرجال مساوي لمتوسط طول النساء، أوكي؟ فهنا عندنا متوسطات اثنين، اثنيناتهم بيناتهم علامة يساوي، فهم هنا فرضية العدم يدل على شنو؟ على المساواة. أين فرضية العدم دائما تعبر عن المساواة بين ثابت ما في المجتمع وقيمة معينة أو لمجموعتين من ثوابت المجتمع. يرمز لفرضية العدم بالرمز اللي هو H0، أوكي؟ أما شلون نكتبها يعني فرضية العدم؟ مثلا على سبيل المثال هنا نقول فرضية العدم اللي هي F0 نقطتين رأسية الميو اللي هو المتوسط يساوي 4. هاي الأربعة طبعا تجيبوها من السؤال. أو مثلا هنا إذا عندنا متوسطات اثنين نقول فرضية العدم H0 نقطتين رأسية، نفرض دائما يعني تفرض المساواة، فمتوسط الأول يساوي متوسط الثاني واللي جت قيمتهم 4. أوكي؟ وتعتبر الفرضية العدم صحيحة. دائما احنا نؤمن بصحة الفرضية العدم حتى يتم اثبات عدم صحتها الى ان نتأكد انه هي مو صحيحة. كيف نتأكد انه هي فرضية العدم مو صحيحة؟ عند استخدام الاختبارات الاحصائية، وعند ذلك يتم اعتماد الفرضية البديلة على انها صحيحة. سنجي على الفرضية البديلة Alternative Hypothesis، وهي الفرضية التي تكون مقترنة مع فرضية العدم وتكون متنافية معها. يعني دائما احنا نجي نكتب اول شيء الفرضية البديلة وراء فرضية العدم، وراها نجي نكتب صيغة الفرضية البديلة. اوكي، الفرضية البديلة دائما تكون متنافية مع فرضية العدم. يعني اذا هناك اكو يساوي، هنا نشوفون اكو لا يساوي. مثال على ذلك متوسط الوقت المستغرق للإجابة على استفسارات الزبائن في شركة ما في عام 2003 لا يساوي 4 دقائق. إذا من جيني نكتب الفرضية البديلة نكتب المتوسط لا يساوي 4 دقائق، بينما كان في فرضية العدم يساوي 4 دقائق. إذا هي نفس الشيء، فقط الرمز نغيره واليساوي نغيره إلى لا يساوي. أو متوسط طول الرجال لا يساوي متوسط طول النساء. هنا عندنا متوسطات اثنين، مثل الفرضية البديلة تدل على أنه المتوسط الأول لا يساوي المتوسط الثاني. أين الفرضية البديلة دائما تعبر عن عدم المساواة، أوكي، بين ثابت ما في المجتمع وقيمة معينة. ثابت ما اللي هو مثلا متوسط حسابي أو نسبة، أوكي، وقيمة معينة فترقم معين. أو عدم المساواة بين مجموعتين، دائما إذا عندنا مجموعتين فالمتوسط الأول ما يساوي المتوسط الثاني. شنو نرمز لها؟ H1، أوكي، H1 اللي هي الفرضية البديلة. شلون نكتبها رياضيا؟ نكتب H1 نقطتين رأسية المتوسط أو المتوسط لا يساوي 4. إذا عندنا متوسطات اثنين نقول الفرضية البديلة اللي هي H1 نقطتين رأسية المتوسط الأول لا يساوي المتوسط الثاني، واللي طبعا لا يساوي 4. أوكي؟ وتمثل الفرضية البديلة الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بعد رفض فرضية العدم. يعني ما نطبق العمليات الحسابية نشوف أن فرضية العدم يعني اللي يدل على المساواة مو صحيحة، نقبل يلا بالفرضية البديلة. هسه rule for stating statistical hypothesis، هسه شلون نكتبها؟ اوكي، نعطي امثله اخرى على شلون نكتب الفرضيات العدم والبديله. لاحظ هاي الملاحظات اللي هي اولا ان جميع الفرضيات التي تنص على التساوي يجب ان توضع في فرضيه العدم. اي شيء يدل على التساوي، يساوي اصغر او يساوي او اكبر او يساوي، هاي كلها اوكي تكتبوها في فرضيه العدم. اوكي، اثنين ان فرضية العدم هي الفرضية المراد اختبارها، هي دائما احنا دا نختبرها. اوكي، هي اللي دائما نتوقع انه يعني دائما يسألوكم، فدا نسأل على الفرضية المراد اختبارها هي فرضية العدم. لكن اذا ذكر عبارة يرغب الباحث يرغب او يتوقع في ان يستنتج، فمعناها هاي احنا شنو هاي دا يعطينا؟
المعلومات اللي راح تجي وراها هي تخص الفرضية البديلة، فتكتبوها بالفرضية البديلة هاي المعلومات، وتكتبون العكس مالتها بالفرضية العادلة. مثلا هنا عندنا أمثلة على شلون نكتب الفرضيات. مثلا عندنا الفرضية العدم اللي هي متوسط يساوي 50، البديلة مرات يكتبوها H1 مرات يكتبوها A من الألترناتيف، هي اثنيناتهم صحيحة، متوسط لا يساوي 50. زين، في حالة أن فرضية العدم متوسط أصغر أو يساوي 50، الفرضية البديلة ايش راح تصير؟ مو فقط توخرون اللي يساوي، لا، الإشارة من أصغر تتحول إلى أكبر. أوكي، هاي تنتبهولها. فرضية العدم مثلا إذا متوسط أكبر أو يساوي 50، الفرضية البديلة راح تكون أصغر من 50. أوكي، فيصير تماما يختلف، الإشارة تختلف والمساواة تروح. هسه نجي على التيست ستاتستيك، إحصائيات الاختبار. هاي كلها مفاهيم لازم تعرفوها قبل ما نبدي إحنا يعني نحل أي مسألة. أوكي، في اختبار الفرضيات، إحصائيات الاختبار هي الإحصاءات التي يتم الحصول عليها أو حسابها اعتمادا على الاختبارات الإحصائية المستخدمة في تحليل العينة، ممكن اختبار تي أو زي. أوكي، وتوزيع العينات وفقا للقيمة التي يتم الحصول عليها. إذا يقصد بالتيست ستاتستيك يا اختبار ترى راح تستخدمه تي أو زي. أوكي، مثلا إذا كان الاختبار الإحصائي مبني على معرفة الفرق بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع، نريد نشوف العينة اللي أخذناها قد تفرق عن متوسط المجتمع في حالة عدم معرفة تباين المجتمع، إذا الفارينس ما معروف. أوكي، يعطيكم مسألة الفارينس مالتها ما معروف، نستخدم شنو؟ نستخدم اختبار تي. أوكي، بعدين راح نعرف قوانينه. مثال آخر، في حالة اختبار فيما إذا كان متوسط المجتمع الأول يساوي متوسط المجتمع الثاني، في هذه الحالة فإن الاختبار الإحصائي مبني على معرفة الفرق بين متوسط العينة الأولى ومتوسط العينة الثانية، فإن الاختبار أيضا يتبع توزيع تي. نريد نشوف نريد نشوف الفرق بين متوسط العينتين. أوكي، فنستخدم اختبار تي. هسه نتطرق إلى هاي بعدين، هاي ناخذها بتفاصيلها. أوكي، مع أمثلة راح توضح لكم الصورة. هسه نجي إلى توزيع العينات لإحصائيات الاختبار. أوكي، هذا جدا مهم، ركزوا عليه، اللي هي أساس تقبلون الفرضية أو ترفضوها. توزيع العينات لإحصائيات الاختبار يقسم إلى منطقتين، منطقة الرفض اللي هي الكريتيكال ريجن أو الريجن أوف ريجكشن. أوكي، ومنطقة القبول الريجن أوف نون ريجكشن. هسه هذا الرسم هو جدا مهم، دائما أنا أقول للطلاب من ترسمون راح تعرفون الإجابة. راح تلاحظون انه هذا الشكل هو شكل التوزيع الطبيعي اللي يشبه الجرس. اوكي، مقسم الى عدة مناطق، منطقة الرفض region of rejection اللي هي هذه، ابتداء من الكريتيكال فاليو، يعني اي قيمة اصغر من الكريتيكال فاليو هي موجودة بمنطقة الرفض. وهنا هاي الكريتيكال فاليو، اوكي، اي قيمة اكبر من عندها تعتبر في منطقة الرفض. اذا لقيته يعني اختبرته طلع يعني باستخدام قانون تي او زي طلعتكم النتيجة تقع هنا. اوكي، فمعناه ترفضون فرضية العدم. اذا منطقة الرفض تحتوي على القيم التي من المستحيل ان تحصل اذا كانت فرضية العدم صحيحة، انه اذا حصلت على قيمة تقع في منطقة الرفض فاننا نرفض فرضية العدم، اي ان فرضية العدم خاطئة وغير صحيحة. اتخاذ القرار بخصوص قبول او رفض فرضية العدم يجب تحديد القيمة الحرجة للكريتيكال فاليو. فاحنا نطبق القانون تطلع لنا قيم. اوكي، بس هاي شلون نعرف الكريتيكال فاليو؟ الكريتيكال فاليو ها عادة تعرف من جداول زي او جداول تي، هاي هم نعلمكم عليها شلون تطلعوها. اوكي، هسه هنا واضح انه المثال كان معرفة الفرق بين متوسطات اثنين، المتوسط الاول احنا دائما نفرض المتوسط الاول يساوي المتوسط الثاني، لان يعني توزيع الطبيعي كل شيء متساوي. اوكي، هاي منطق، اذا طلع وراها بعدين تكتبون فرضية العدم، بعدين تطبقون قانون تي او زي، يطلع لكم ناتج. اذا الناتج شفتوه انه يعني يقع في منطقة الرفض، رفضون فرضية العدم. لكن اذا وقع في هذه، اذا وقع الرقم اللي حصلتوا عليه بين الكريتيكال فاليوز القيمة السالبة والقيمة الموجبة، اوكي، معناها انتم شنو؟ تقبلون فرضية العدم. لكن هو اذا تلاحظون الاساس انه الحد هذا الفاصل الكريتيكال فاليو هذا لازم نطلعه من الجداول. اوكي، هذا نوضح لكم اياه. التوضيح احتمال في العملي، لانه يحتاج انه تشوفون وتتدربون بشكل جيد. اوكي، فنتابع المحاضرة هنا. اخطاء
اتخاذ القرار decision making risk أخطاء اتخاذ القرار. عند اختبار الفرضيات فإن احتمال رفض فرضية العدم بالخطأ وهي صحيحة، نرفض فشي هو صحيح يطلق عليه بالخطأ من النوع الأول type 1 error أوكي، ويطلق على قبول فرضية العدم بالخطأ وهي غير صحيحة بالخطأ من النوع الثاني. يعني شنو؟ يعني ترفضون فشي هو صحيح هذا خطأ من النوع الأول، لكن قبلون فشي هو خطأ هذا خطأ من النوع الثاني أوكي. فإذا أقول لكم شنو أنواع الأخطاء، يقولون type 1 error اللي هو كذا وكذا، type 2 error اللي هو كذا وكذا، هاي دائما أنا أجيبها أوكي. زين، وبعد ويا رموز أهم لازم تذكرون، يعبر عن خطأ من النوع الأول بالرمز الإغريقي ألفا أوكي، والذي يسمى بمستوى المعنوية level of significance. إذا هاي الألفا هي level of significance أوكي، اللي هي يعبر عن خطأ من النوع الأول بهذا. إيش قد مقدار الخطأ مالتكم؟ ومن قيم ألفا المشهورة للاستخدام هي 1% و5% أوكي. فإذا ويا تعريف الـ type 1 error اللي هو قبول أو هو رفض فرضية العدم بالخطأ وهي صحيحة، يرمز لل يعني خطأ من النوع الأول بالرمز ألفا اللي هو يسموه level of significance. ومن قيم المشهورة للمستوى المعنوية هو 5% وواحد. أما الخطأ من النوع الثاني فيرمز له بالرمز الإغريقي بيتا، ويعتمد على حجم الفرق بين قيمة ثابت المجتمع والمذكور في فرضية العدم والزيادة في قيمة الثابت المماثل له في المجتمع، ويطلق على متمم الخطأ أوكي من النوع الثاني بقوة الاختبار 1 - بيتا اللي هي power of significance. فمن يعني فهاي الرمز الإغريقي بيتا، فهذه ويا تعريف الـ type 2 error، وهاي 5% 1% قيم ألفا المشهورة. يعني شنو 1%؟ يعني عندكم خطأ واحد فقط من بين كل 100 عينة، وهنا 5 فقط من كل 100 عينة أوكي. فهاي مجموعة ممكن واحد يجيب لكم إياها أسئلة كأسئلة شرحية. هذا الجدول يوضح لنا بشكل عام يعني المختصر لل الاكشن اللي راح نتخذه في حالة رفض فرضية العدم في حالة ريجكت فرضية العدم، اللي هي في حالة يعني الفشل في رفضها، يعني قبول فرضية العدم وهي صحيحة هذا قرار شنو صائب. اما في حالة قبول فرضية العدم وهي خاطئة نقبل فشي خطأ هو تايب من 2 error. بالنسبة للقرار الآخر اللي هو reject فرضية العدم، رفض فرضية العدم وهي صحيحة نرفضها وهي صحيحة هذا type 1 error، أما نرفض فرضية العدم وهي خاطئة هذا يعتبر correct action. نرفض فرضية العدم وهي خاطئة يعني نرفض فشي خطأ، هذا القرار صائب. هسه لما نيجي نحل أي مسألة لازم نتبع خطوات معينة، خطوات متبعة عند إجراء اختبار الفرضيات performing hypothesis testing. أول شيء نحدد فرضية العدم والفرضية البديلة نكتبها، فرضية العدم شنو نكتبها يساوي كذا، فرضية البديلة لا تساوي كذا. تحديد مستوى المعنوية المراد استخدامها في الاختبار، لازم نذكر نشوف بالسؤال على أي مستوى يريد يسوي الاختبار، 5% لو 1%. ثلاثة، تحديد نوع الاختبار، يا اختبار راح نستخدم زي لو تي وليش شنو الأسباب. يعني طبعا هاي الأسباب انتو لازم بينكم وبين نفسكم، انتو فقط تحددون نوع الاختبار وتكتبون قانونه أوكي اللي سوف يتم استخدامه لتحليل النتائج وتحديد القيم الحرجة التي تفصل منطقة القبول والرفض. نحدد منطقة القبول والرفض، شلون نحدد منطقة القبول والرفض؟ هاي لازم نرجع إلى جداول الخاصة بتي أو زي ونطلع قيم الحرجة أوكي، حتى من نرسم نعرف ولما نطبق القانون هذا الرقم اللي طلعناه يقع في منطقة القبول أو الرفض أوكي. القيام بتطبيق الحسابات الإحصائية وتحديد فيما إذا كانت القيم تقع في منطقة القبول والرفض، نطبق القانون ونطلع الناتج. التوصل إلى الاستنتاج أهم شيء، يعني لازم تكتبون الاستنتاج ورا ما يطلع لكم القيمة الحرجة والقيمة اللي ناتجة من القانون اللي طبقته، لازم تكتبون الاستنتاج يعني اللي هي رفض فرضية العدم أوكي أو قبول فرضية العدم. رفض فرضية العدم إذا كانت النتيجة تقع في منطقة الرفض، قبول فرضية العدم إذا كانت قيمة تقع في منطقة القبول. هاي الخطوات تتبعوها في كل مسألة. بس أكو آخر شيء قبل ما نبدأ بحل المسائل، وأكو مصطلح لازم تعرفوه اللي هو البي فاليو أوكي، بعدين هاي هم نعلمكم عليه، لكن كل شيء بالتدريج حتى لا تشوفوها صعبة. البي فاليو هي أقل قيمة أو أقل احتمالية لرفض فرضية العدم
وهي صحيحة عند مستوى معنوية معين. يعني شنو؟ نقارن بين البي فاليو بين مستوى المعنوية. إذا أصغر، أوكي، إذا أصغر قيمة الفاليو أصغر من مستوى المعنوية، نرفض فرضية العدم. أوكي، يقول لك هنا وسيلة أخرى بالإضافة إلى اختبار تي، يستخدم اختبار تي عند المقارنة بين المتوسطين. هاي هيك، هاي أفوها يعني، يعني هاي بعدين ناخذها هاي المعلومات، لكنه فقط ركزون على البي فاليو اللي هي أقل قيمة لرفض فرضية العدم وهي صحيحة عند مستوى معنوية معين. نقارن بين البي فاليو ومستوى المعنوية، إذا أصغر نرفض فرضية العدم. أوكي، هاي 1 تيل 2 تيلز هم مهمة، هاي أثناء المسألة أنا راح أشرحها، هاي 1 تيل أو 2 تيلز. إذا نجي للهايبوثيس تيستينج المسائل، هسه أول شيء راح نتناول a single population mean، لما عندنا متوسط مجتمع واحد. هذا القانون راح نستخدمه هو قانون زي. عادة يستخدم قانون زي إذا كان المجتمع متوزع توزيعا طبيعيا والفارينس معلوم. أوكي، فهنا نلاحظ انه قانون زي اللي هو متوسط العينة ناقص متوسط المجتمع على الستاندر ايرور. اوكي، فناخذ هذا المثال، مجموعة باحثين مهتمين بمعرفة متوسط اعمار المجتمع، يريدون يعرفون متوسط اعمار المجتمع، اختاروا عينة وحصلوا على البيانات التالية: متوسط المجتمع 30، يعني تخلون مكان المليون، العينة 27 متوسطها تخلون مكان الاكس بار، حجم العينة هنا العشرة تخلوها التباين. اوكي، التباين مجرد يعني خلينا نقول جذر الجذور، يعني هذا ستاندرد ديفيجن. إذا افترضنا أن العمر يتوزع توزيع طبيعي، هل يستطيع الباحثين استنتاج أن المتوسط مختلف عن 30 عند مستوى معنوي 5%؟ إذا نحن كل الاختبار مالتنا على مستوى 5%، من قلنا يريد الباحثين الاستنتاج، معناها شو يقصد المعلومات اللي تجي بعدها تخص فرضية البديلة؟ ان المتوسط مختلف يعني لا يساوي 30. فالفرضية البديلة تلاحظون انه متوسط المجتمع لا يساوي 30، اذا الفرضية البديلة المتوسط يساوي 30. اوكي، هسه اول شيء كتبنا الفرضية العدم، بما انه متوزع توزيع طبيعي وذكرنا التباين، نستخدم شنو؟ قانون زي. هسه الخطوة الثانية لازم نكتب قانون زي. اوكي، هسه كتبنا قانون زي، بعدها نعوض بالقوانين الموجودة عندنا. تلاحظون قلت لكم هذا ستاندرد ديفيجن وهذا جذر ان، حجم العينة هو 10 خلاها تحت الجذر. هسه ليش هيجي مد الجذر كليته؟ لأنه هنا عندنا ستاندرد ديفيجن، هو مطينا الفارينس، شلون نطلع الستاندرد ديفيجن من الفارينس؟ نجذر الفارينس. اوكي، فيصير جذر 20 على جذر 10. بالرياضيات تقدرون توحدون البسط والمقام تحت جذر واحد، ماكو داعي بعد، اذا البسط بيه جذر والمقام بيه جذر فترسمون جذر واحد على البسط والمقام. اوكي، المهم طلع هاي 10 تقسيم 20 تقسيم 10، ياخذ الجذر مالته يطلع 1.4، وهنا يطلع الناتج يقسمه يطلع سالب 2.12. اوكي، ها هي القيمة اللي يسموها المحسوبة. بس احنا قلنا حتى نعرف هذه صايرة في منطقة القبول او الرفض يحتاج شنو؟ يحتاج نطلع القيمة الحرجة، قلنا هي من الجداول. لكن احنا بالنسبة للزي، بالنسبة زي والاختبار الفرضيات، عادة أنا أعلم الطلاب كدا يضيعون وقتكم تروحون للجداول بالنسبة فقط الزي. ليش؟ لأنه لما نختبر عند مستوى معنوية 5%، قيمة زي هي تكون 1.96، يعني 1.96 بالموجب و 1.96 بالسالب، هاي قيمة تحفظوها. أما إذا كان ذكركم بالسؤال مستوى المعنوية 1%، تكون القيمة الموجبة هنا 2.58%، وهنا سالب 2.58%، فهذه تحفظون هذا الرقمين. اوكي، فاحنا راح نثبت بما ان مستوى المعنوية 5%، هثبت 1.96 هنا، وهنا السالب 1.96. هسه نشوف السالب 2.1 وين واقعة، لان هي واقعة بالجهة السالبة، نروح على الجهة السالبة. اوكي، نروح على الجهة السالبة اللي هي سالب 2، هو هنا سالب 1، وين سالب 2 نتوقعها؟ بعد هنا سالب 2. اوكي، هاي يا منطقة، هاي منطقة الرفض، اذا احنا شنو؟ نرفض فرضية العدم. اوكي، اللي تنص على انه متوسط المجتمع يساوي 30، معناها متوسط المجتمع مختلف عن 30 لا يساوي 30. اوكي، زين، هسه السؤال الاخر، تلاحظون انه احنا قلنا اختبرنا على مستوى معنوية 5%، تلاحظون نقول مستوى المعنوية ألفا تقسيم 2 ثلاثة 25 بالألف، وهنا هم ليش قسمها على 2؟
ما دام فرضية العدم والفرضية البديلة تتكلم عن يساوي لا يساوي، معناها شنو نقول؟ هذا الاختبار يعني two tails، okay؟ هذا يكون two side or two tails of the distribution، okay؟ of the test statistic، معناها هو يعني خلينا نقول ثنائي ذيل، يعني معناها بدل ما تخلون 5% من جهة واحدة، اوكي، تقسموها على جهتين. يعني دائما من فرضية العدم بها مساواة المستوى المعنوية تقسموها تقسيم 2، يعني 5% تصير هالشكل، 1% هم إذا تعتمدون على فرضية العدم يساوي لا يساوي تقسمون 1% على 2، اوكي، إذا كانت فرضية العدم بيكون عندها يساوي أو لا يساوي، مو أكبر أو أصغر، لا يساوي أو لا يساوي، اوكي. فهاي ملاحظة تنتبهوا لها. فهنا أنا حددنا منطقة القبول وهاي منطقة الرفض، طلعت انه الناتج اللي حصلنا عليه في منطقة الرفض، ولذلك رفضنا فرضية العدم. فسنجي على اختبار الفرضيات يعني by means of the confidence interval، باستخدام متوسط لكن على شكل فترات، فترات ثقة. نستخدم هذا القانون اللي هو المتوسط الحسابي مع عينة بلس ماينس قيمة زي، اوكي، اللي هي الحرجة اللي احنا قلنا اذا 5% 1.96، اذا هاي 58% مضروبة في الستاندر ايرور. ستاندر ايرور هذا شنو؟ هذه الرمز هو ستاندر ايرور، هو شلون طلعة ستاندر ديفيجن على جذر ال ان، اوكي. هسه نفس معلومات السابقة للسؤال، فنطبقها على يعني متوزع توزيع طبيعي و شو اسمه. فالمتوسط العيني ايش قد؟ 27 بلس ماينس هاي قيمة زي ايش قد قلنا؟ لأنه اختبار على مستوى 5% ف 1.96. قلنا شلون نطلع ستاندر ايرور؟ ستاندر ديفييجن على جذر الام. هنا معطينا بالسؤال كان فاريانس 20، فحتى نطلع ستاندر ديفييجن نقسم جذر، يعني خلي الفاريانس تحت الجذر، يصير جذر 20 على جذر 10، هنا واحد اعرف نفسه. نطلع لكم الناتج هو 1.4 ضربوه في قيمة زي الحرجة هي جدولية، يطلع لكم هذا الناتج، يطلع لكم 27 بلس ماينس 2.7. هاي شنو معناها؟ 27 مرة تقولون ناقص 2.7 يطلع لكم 24 فارزة، 27 مرة تقولون زائد 2.7 يطلع لكم 29، يعني المتوسط محصور بين 24 وال 29. لو تلاحظون المتوسط هو أصلا مال العينة شقد؟ 27، والمجتمع شقد؟ 30. Since this interval does not include 30، احنا كل سؤالنا شنو يستنتجون؟ انه المتوسط شبي لا يساوي مختلف عن 30، اوكي، فهو دا يختبرون ال 30، اوكي. بما انه 30 ما تقع بهاي الفترة، we say 30 is not a candidate for the mean we are estimating and therefore mu is not equal to 30، المتوسط ما يساوي 30. منين؟ null hypothesis is rejected، نرفض فرضية العدم. This is the same conclusion reached by means of the hypothesis testing procedure. بما أنه 30 ما تقع بهاي الفترة اللي إحنا أوجدناها، إذا نرفض فرضية العدم، لأن فرضية العدم تقول المين يساوي 30، فرضية البديلة تقول المين لا يساوي 30، فنرفض فرضية العدم ونقبل بالفرضية البديلة واللي تنص على أنه المين لا يساوي 30، أوكي؟ فال يعني مهما اختلفت الطرق هي نفس النتيجة، أوكي؟ نفس النتيجة. قبل شوية شفنا من رسمنا الرسم انه هو الرقم اللي طلعناه من تطبيق قانون زي يقع في منطقة الرفض. هسه استخدمنا فترات الثقة وهم نفس الشيء، هم بعدنا نرفض فرضية العدم، اوكي. هسه one side hypothesis testing، اوكي، هسه اخذنا بالمثال الاول اللي كان اكو بالفرضية يساوي لا يساوي، فمن رسمنا انه اكو منطقة رفض على اليمين واكو منطقة رفض على اليسار، هاي يسموها تو سايد. بعض الاحيان اكو بس وان سايد. شو وقت وان سايد؟ هسه راح نشرحها. هو نفس المثال، نفس معلومات المثال السابق، لكن المطلوب هنا بالامكان، هل بالامكان استنتاج ان المتوسط اصغر من 30؟ فهنا صارت عبارة اصغر، يصير اصغر واكبر يصير وان سايد، اوكي. Suppose instead of asking if they could conclude that المتوسط لا يساوي 30, the researcher had asked, can we conclude that the mean is less than 30? To this question, we would reply that they can so conclude if they can reject the null hypothesis that mu is greater than or equal to 30.
اوكي الحل. هسه احنا اول شيء قلنا الخطوة الاولى نكتب الفرضية. احنا ايش يقول؟ هل بالامكان استنتاج ان المتوسط اصغر من 30؟ فهل بالامكان الاستنتاج او يريد الباحث الاستنتاج؟ هاي شنو؟ وين where we state this؟ يعني خلينا نقول هذه المعلومات بالفرضية البديلة، لان H1 or HA نقطتين الرئيسية المتوسط هو اصغر من 30. فرضية العدم اللي هي H0 هو اكبر او يساوي 30. مو قلنا مو بس فقط نعكس الاصغر الى اكبر، نخليهم يساوي وياها. اوكي، فهاي اول خطوة حددناها. بما انه هي نفس معلومات السؤال السابق، ذاكرنا الفارينس ومتوزع توزيع طبيعي في التست ستاتستيك. اوكي، الاختبار راح نستخدمه اللي هو زي. اوكي، ما ذاكرنا انترفالز، ما يريد نحسبها بانترفالز. فالمتوسط العيني ناقص متوسط المجتمع على ستاندر ايرور. هنا التوزيع من النوع one side، تشوفون إنه نرسم نخلي منطقة رفض وحدة، وكل 5% موجودة هنا، ما نقسمها 5% تقسيم 2 و5% تقسيم 2. ليش؟ لأن عندنا أكبر وأصغر، لأن يعني الفرضية المراد اختبارها أصغر ولا يوجد مساواة. أوكي، فهسه هذا القانون طبق بيه الأرقام، يطلع لنا أكيد نفس الناتج لأنه هي نفس المعلومات. هسه نجي على شنو؟ نجي على سنجي على تحديد قيمة القيمة الحرجة. اوكي، القيمة الحرجة هنا we are able to reject the null hypothesis. الرقم اللي حصلنا عليه هو اصغر من 1.645. اوكي، فالقيمة الحرجة اللي طلعناها من الجدول هنا 61%. اوكي، we conclude that بما انه هي القيمة الحرجة هي اصغر، يعني هاي القيمة الحرجة واحنا هنا بالسالب، فهنا السالب 2.12 في منطقة الرفض، فانه population mean، نستنتج ان population mean is smaller than 30 and act accordingly. اوكي، فمعناها انه يقع وين؟ هاي سالب 64، هنا سالب 2 في منطقة الرفض. اذا هم نرفض فرضية شنو؟ فرضية العدم، هاي نرفضها كلها رفض. هسه نيجي هنا نتطرق على ال p value. اوكي، ال p value، ال p value زين. هسه دا يقول p value for this test هي قيمتها 1% تقريبا، 1% 70. زين، هذه منين طلعنا الرقم؟ من جدول اللي هو جدول زي. اوكي، قيمة p value ممكن استخراجها من قيمة من جدول دي. اوكي، هسه هذا جدول زي اللي نطلع منه قيمة البي فاليو. احنا طلعنا الناتج مالتنا شقد؟ سالب 2 و12%، سالب 2. احنا نجي ندور هنا اول شي بالعمود الاول وينها سالب 2. من العمود الاول تقدرون بس تطلعون الرقم الصحيح واول عشر، اما العشر الثاني تطلعون من هذا الرو. اوكي، فسالب 2.12، فسالب 2.1. اوكي، وتدورون البوينت 2 وين؟ هنا بوينت 9، الى ان تلقون ال 2 هنا، فتلاحظون انه الرقم المقابلها هو شقد؟ اللي هو يعني 1%. اوكي، بما انه هذا الرقم اللي حصلنا عليه هو يمثل لنا قيمة ال p value، بما انه هذا الرقم هو اصغر من 5%، اذا نرفض فرضية العدم. اوكي، هاي قيمة ال p value، شلون نطلعوها يدويا؟ هسه نجي على sampling from normally distributed population، population variance unknown. هسه اذا هو يعني مأخوذ العينة من مجتمع متوزع طبيعيا، لكن انه variance ما يذكر لكم اياه بالسؤال، فبيجي حالة احنا نستخدم شنو؟ نستخدم التي تيست. التي تيست هذا هو قانونه، اللي هو الاكس بار المتوسط العينة ناقص متوسط المجتمع على ستاندر ايرور، اللي هو ستاندر ديفيجن على جذر الان. اوكي، هنا عندنا هاي مسألة اللي هي حقيقة عندنا يعني مختصر مفيد، هي عدد الأيام until the MRI تم أخذه for subject مصابين ب MCL and ACL. اوكي، فجد
تأخرت الأيام، فهذا أول مريض هلقى تأخر بين ما ظهرت الإنجري إلى أن أخذ الـ MRI. أوكي، فالمطلوب هنا we wish to know if we can conclude that the mean number of days between injury and initial MRI is not 15 days. أوكي، فإحنا نريد نستنتج إنه هي ما تساوي 15. أوكي، فهاي تعتبر الفرضية يعطاكم إياها، وهذه هي البيانات. من يعطيكم هيجي بيانات بتلاحظون أنتم بالسؤال موجود عندكم متوسط حساب العينة، فأنتم لازم تحسبون متوسط حساب العينة، تجمعون هاي الأرقام وتقسموها على عددها. أوكي، أما هذا اللي يجي هنا 15 is not 15 days in a population، معناه هذا المين مال شنو؟ مال population، هاي الميو، هاي 15 تطلع لي الميو، يعني هو يحكي عن population. أوكي، فقط عندكم هنا تطلعون متوسط الحساب، كذا تطلعون ستاندرد ديفيشن من هاي الأرقام، كل رقم ناقص متوسط الحسابي تربيع على حجم العينة. أوكي، كله تحت الجذر. أوكي، فتطلعون ستاندرد ديفيشن، إذا مطلوب عندكم تطلعون ستاندرد ديفيشن والميل لهذه الأرقام. ممكن أني أسهلها عليكم، أعطيكم متوسط مال العينة والانحراف المعياري للعينة. أوكي، أنا هنا مسهلة لكم إياها وحاسبتها. اوكي، فانتو مجرد تكتبون الهايبوثيسز اللي هي نكتب الفرضيه اللي هي فرضيه العدم المتوسط يساوي 15، بينما الفرضيه البديله اللي هو نستنتج انه ريد يستنتج انه نوت 15. اوكي، معناها بالفرضيه البديله انه المتوسط الحسابي لا يساوي 15، راح نكتب القانون بما انه هو ما مطيني اي بالسؤال اي فاريانس. اوكي، فمعناها شنو نستخدم قانون تي، هو يعني يشبه القانون مال زي لكنه هنا تي، واكس بار ناقص متوسط حسابي للمجتمع على ستاندر ايرور. هسه بالنسبة لقانون تي مطلوب من عندكم، هنا راح نستخدمه طبعا تي تيست، لازم نعرف degree of freedom. degree of freedom هي تساوي لنا حجم العينة ناقص واحد. اوكي، في 17 ناقص واحد، و 17 رقم كان، فناقص واحد 16. هاي تحضروها degree of freedom، هاي تفيدنا بالجداول نطلع قيمة تي الجدولية للcritical value لما نستخدم تي تيست. هسه مستوى المعنوية هو 5%. هسه هنا عندنا two sided test، ليش؟ لأنه اكو يساوي لا يساوي، فمعناها 5% راح نقسمها قسمين. اوكي، فنقسمها قسمين، هنا 25 بالألف، هنا 25 بالألف. اوكي، هسه ايش بقى عندنا؟ نطلع الcritical value ونطلع الرقم الناتج من التي تيست. احنا كتبنا القانون وعوضنا به، ورغم حسبته المتوسط الحسابي مال العينة وحسبته الستاندرد ديفيشن. اوكي، تاخذون القانون يطلع لكم هاي القيمة المحسوبة اللي تحسبتوها. هسه لازم نعرف الجدولية ايش قد. اوكي، فبالنسبة للجدولية نرجع للجداول، احنا عندنا هسه مستوى المعنوية 25 بالالف، فتروحون بالجداول تلقوها ايش قد حسب الـ degree of freedom 16، وحسب مستوى المعنوية تقدرون تتوصلون إلى هذا الرقم اللي هو 2.11. أوكي، واحد بالسالب واحد بالموجب، ليش؟ لأنه إحنا عندنا الفرضية يساوي لا يساوي، لازم نطلع قيمة هنا وهنا، نكتب واحدة بالموجب واحدة بالسالب اللي نلقيها بالجدول. أوكي، ونشوف هذا الرقم اللي طلعناه من حساباتنا وين يقع، في منطقة الرفض هنا هسه سالب 0.7، سالب 0.8 هنا سالب 0.2، فمعناها هو في منطقة القبول. اوكي، لان هاي سالب 2، هو هنا بعد ما واصل للسالب 2.7. اوكي، فهو هنا تقريبا. اوكي، فجداول يسموها جداول اي، يعني هو من كتاب مسميه اي، بس هخليكم صورتها حتى تكون عندكم علم. اوكي، ف the decision rule tells us to compute a value of the test statistic and reject the null hypothesis if the computed t is either greater than or equal to إذا أكبر أو مساوية، إذا أكبر أو تساوي 2.11 نرفضها فرضية العدم، أو equal to 2 سالب 2.11 مساوية أو أصغر هم نرفضها. أوكي، يعني هاي الكريتيكال فاليو من ضمن منطقة الرفض. فمن حساباتنا هنا حساباتنا نجي نخليها، فهي تعتبر في منطقة القبول، فإذا نقبل فرضية العدم يعني أنه المتوسط فعلا يساوي 15. هسه هاي جداول تي، ونلاحظ أنه جداول تي بيها degree of freedoms اللي هي حجم العينة ناقص واحد، كانت في السؤال 17 حجم العينة ناقص واحد 16. أوكي، فهاي 16.
زين، مستوى المعنوية كنا نختبر عليه 5%، بما أنه كان two tails لأنه بالفرضية العدم يساوي لا يساوي، أكو عندنا فرضية العدم تنص على المساواة، فرضية البديهة تنص على عدم المساواة، فمعناها two tails، فمعناها 5% نقسمها على 2 يطلع لنا الناتج 25%. أوكي، هسا راح نجي إحنا شنو نشوف شنو القيمة التي الحرجة الجدولية. أوكي، شلون نختار الرقم؟ لازم نختار الرقم اللي هو يكون تحت 25%، يعني أحد هاي الأرقام، بس بنفس الوقت يوازي منه، يوازي أو يقابل 16. فهذا الرقم هو تحت. أوكي، ليش اختارينا هذا الرقم؟ يعني هذا موجود تحت 25%، وبنفس الوقت يوازي قابل منه 16، حجم العينة مالتنا أو degree of freedom سوري. فهذا هو الناتج، هذا هو الحجم، هذا هو القيمة الحرجة اللي تحدد لنا منطقة القبول والرفض. فنرجع للسؤال، بما أنه السؤال قلنا بيساوي فرضية العدم بها يساوي لا يساوي، معناه السؤال مالتنا two tails، فهاي الاثنين من نرسم الرسم مالتنا، خلي 2.11 جهة الموجب وسالب 2.11 جهة السالب. نجي نشوف الرقم اللي طلعناه من القانون مال التي، هل يقع بيناتهم بمنطقة القبول بالوسط؟ أوكي، تكون في منطقة، يعني نقول نقبل فرضية العدم، في حال السؤال نقبل فرضية العدم. أما إذا يقع، أما إذا كان الرقم اللي حصلنا عليه من تطبيق القانون يساوي هذا الرقم أو أكبر، في منطقة الرفض، أو كان على جهة السالب سالب 2.11، إذا كان الرقم اللي حصلنا عليه يساوي قيمة السالب، قيمة السالبة للقيمة الحرجة أو أصغر، هم يقع في منطقة الرفض، إلا إذا كان يقع في بيناتهم بالوسط. اوكي، يلا نقبل فرضية العدم. اوكي، شكرا جزيلا، واللي عنده سؤال يعني انا حاضرة اسئلتكم.